بنعرف في حال حدوث هذه الحرب في المنطقة حرب شاملة كبيرة، شنو تحصيناتنا؟ شنو استعداداتنا؟ إذا الحكومة ما عندها استعدادات قولوا لنا، شان راح أشتري لي خبزتين وأشتري لي تمرتين وأشتري لي شمعتين وأشتري لي، أعرف أنا وين طريقي، خلينا نعرف، أحط لي شحط، أحتاج شيء فيه، مطلوب مني أنا شيء كمواطن، شنو مطلوب مني؟ أبي أعرف. هل مؤمنين الحكومة مأمنة أسرتي، مأمنة بيتي، مأمنة الدولة، مأمنة؟ هل خطط الطوارئ موجودة؟ في حال لا سمح الله، الله لا يقوله، ياتنا يانا شيء عابر كذي طشار شيء حاشنا، كارثة. شو مستعدين؟ مطلوب مني شيء؟ مو مطلوب مني شيء؟ بنعرف. ضروري خطة الطوارئ لازم تكون موجودة، خطة لإدارة الأزمات لازم تكون موجودة. هل في مؤسسات مسؤوليتهم هذه؟ هل في جهة مركزية تدير هذه الكارثة عندها استعدادات وخططها وعاملة حساب سيناريو، عاملة حساب لكل السيناريوهات؟ هل في؟ أنا ما أعتقد، بس الحكومة تقول جاهزين، أنا ما أعتقد، إن شاء الله فيه، تأمل عشان الكويت ما عشان أحد ثاني.